قامت أكاديميات محافظة نينوى بتنسيق مع مديرية شباب ورياضة نينوى بطولة الأكاديميات للجانب الأيمن والأيسر وبمشاركة 8 أكاديميات دعما لقطاع الشباب والرياضة في هذه المحافظة. يقيم اتحاد أكاديميات نينوى لكرة القدم فرع الموصل بطولة لمواليد 2001 فما فوق، شارك في البطولة 24 فريق بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة نينوى على ملعب الدواسة. نتمنى الموفقية لجميع الفرق المشاركة. بطولة الغرض منها تنشيط الحركة الرياضية بالمحافظة، يشرف عليها خيرة اللاعبين والمدربين والحكام كابتن محمد فتحي، كابتن أستاذ حازم والآخرين. البطولة راح 8 فرق يصعدون على الشبه النهائي، والفائز راح يتلقى جوائز. الغرض منها تنشيط الحركة الرياضية بالموصل. جينا نشارك بطولة أكاديميات المحافظة من الموصل، منتدى الموصل، وجينا إن شاء الله ناخذ فوز ونحققه لمنتدى الموصل والجميع جميع المحافظة إن شاء الله. حضرنا اليوم لبطولة اتحاد أكاديميات نينوى، بطولة الأكاديميات التابعة للاتحاد مكونة من 8 فرق برعاية الاتحاد، وإن شاء الله اتحاد أكاديميات نينوى إن شاء الله نطمح أن نحقق هاي البطولة الثانية لنا، والتوفيق لكل الفرق والمقيمين على هذه البطولة، ونشكر جهودهم ونشكر الكابتن حازم الطعن على الجهود المبذولة في هذه البطولة.